طيب يعني هو يعني دي في يعني ورشه عمل المفروض احنا هنفكر مع بعض بصوت عالي شويه في بعض التفاصيل الخاصه بالسياسات الاجتماعيه. ويمكن يعني هي يعني ورشه ليها طبعا مختلف شويه عن طبيعه الندوات اللي احنا بنتكلم فيها بصفه عامه على العداله الاجتماعيه وعلى القهر بتاع 1%. نحاول نخش شويه في التفاصيل. اكيد احنا كلنا متفقين على انه احنا كناس يساريين مع اي سياسه بتحقق للناس يعني درجه عاليه جدا من الرفاهيه ومن الامان الاجتماعي. دي مساله اكيد ما فيش حد فينا مختلف عليها. واكيد كمان ما حدش مختلف على انه احنا مش من انصار فكره انه حتى الاصلاح الاقتصادي او العدل الاجتماعي ده هيجي لما نخلي الناس تضر شويه. الطرح اللي بيقدمه حتى الطرح اللي اليمين بيقدمه دايما بتاع انه احنا مع العداله الاجتماعيه بس دي الناس تلعب شويه والمستقبل هيجي الرفاهيه وهيجي الامان الاجتماعي وعمر المستقبل ده ما بيجي في حالات كتير. اكيد احنا كلنا متفقين ان احنا قاعدين في الطرح. اكيد احنا كلنا متفقين ان احنا قاعدين او احنا عايزين الناس يبقى عندها اكبر قدر من الرفاهيه والامان الاجتماعي. بس ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يتحقق على الارض؟ في بقى تفاصيل كتير قوي. ده اللي نفسي ان احنا نقعد كده مع بعض بالراحه نفهم التفاصيل دي ونتناقش فيها. وانا شخصيا ما عنديش اجابه على السؤال الكبير بتاع ازاي المصالحه الاجتماعيه. بس انا يمكن احاول اديكم شويه معلومات نفكر سوا فيها. يعني نظام الندوه زي ما كنت بعت لحد هناخد نص ساعه في الاول احكي لكم شويه على جذور النظام الاجتماعي. ازاي اصل النظام الاجتماعي في مصر بدا؟ في اي سياق سياسي؟ في اي حتى في الاسرار السياسيه. لانه السياسه هي في درجه كبيره بتتحدد اللي هيحصل. وبعدين ناخد سؤالين ثلاثه كده لو في بعض الامور يعني مش مفهومه في النص الاولاني. وبعدين النص الثاني على الواقع بتاع السياسه الاجتماعيه النظام المالي الحالي والبدائل اللي طرحها يعني البنك الدولي واليمين بصفه عامه. ونفكر في الاخر في البدائل اللي المفروض ان اليسار يبناها في ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي اللي هو. دي قصه ظريفه يعني كنت حابب ابتدي معاكم فيها. يعني سنة 74 سنة 75 كان في مقالة كويسة أوي في الإيكونومست عن مصر. عارفين مجلة الإيكونومست يعني واحدة من أهم المجلات الاقتصادية في العالم. المقالة كانت بتتكلم إنه في أول يناير سنة 75 بعد ما الناس الأغنياء احتفلوا بالكريسماس في مصر وكده طلعت مظاهرة عمالية راحت لحد مجلس الشعب. المظاهرة دي كانت بتطالب في بتتكلم عن إنه في ضغوط معيشية قوية أوي على الناس وكانت بتطالب في إصلاحات. بس المحرر بتاع الايكونومست كان شاطر قوي لانه قعد يفكر شويه في ايه هي يعني جذور الغضب الاجتماعي ده جاي كان في 75 يعني بعد 75 سنتين بعد ما السادات حرر سينا وهو قدام الشعب وهو بطل كبير قوي. ليه العمال غضبانين وليه العمال هنا في مجلس الشعب بيتقوا بشكل عنيف ليه؟ فحسب المحرر بتاع الايكونومست كان بيتكلم انه يعني في ضغوط اقتصاديه على المصريين قويه قوي من النص الثاني من الستينات وطبعا فقد درجه كبيره بعد 67 لانه الوضع السياسي اثر على الاقتصاد بشكل كبير قوي. لكن بحسب كلامه ان النظام السياسي قدر في المرحله دي ان هو يمتص غضب الناس بشعاره المشهور بتاع لا صوت يعلى ولا صوت معلى. لكن المصريين ما نسيوش يعني هم مش عبط هو هم فعلا مقدرين في معركه خطيره جدا فقدروا من بعد اسبوع على الوضع. لكن بعد 73 تحديدا 75 خرجت الوزاره كانت بتقول يا بطل العبور فين الفتور؟ او فين الفتور يا بطل العبور؟ حتى كان المقاله بتاعت الايكونومست وير از اور بريكفاست. هنا التعبير بتاع بطل العبور كان معناه بشكل او باخر انه احنا سكتنا لانه احنا قبليه يعني كنا فاهمين الوضع بتاع المعركه لكن احنا مش هنسكت على حقوقنا الاجتماعيه طالما انت قدرت تحرر البلد ف حقوقنا الاجتماعيه في انه يبقى عندنا الغذاء الكافي والسياسات الاجتماعيه الكافيه مفيش هيتقول. عشان كده انا هيجي بحب ان انا
أسامي المناقشة دي الشعار القضيب ده أنا صوت يعني طاقة صوت المعركة، لأنه ده مش بس شعار في السياسة، ده كمان شعار بتاع يمين الاقتصادي بدرجة كبيرة أوي، اللي دايما بيقولنا على مدار يعني العصور الطويلة إنه في وضع مالي سيء جدا، البلد هتفلس ومفيش أمل ومفيش مجال إن احنا نتكلم على الفقراء اللي هيتضربوا لما نعيد هيكلة الدعم ولما نتنازل عن بعض وسائل وجنود الرفاهة. ده صوت يعني طاقة صوت المعركة، مش بس المعركة الحربية لكن كمان المعركة المالية. اما ان انتوا تقبلوا بالنظام الاجتماعي الجديد بتاعنا اللي هيمثل عباءة قوية جدا على الفقراء، او اما انه بلد هتفلس. واعتقد انه الاجابة اللي المفروض بيقدمها اليسار في وسط المعركة دي انه لا، احنا مش عايزين الوضع المالي يفلس، بس نقدر نعيش الناس في ظروف احسن اذا ما عادنا يعني تدوير الثروة داخل المجتمع بشكل افضل وبسياسات اجتماعية اكثر ذكاء. وجود النظام الاجتماعي في مصر، يعني لما نتكلم نقول النظام الاجتماعي اول حاجه بتيجي في عند الناس هي فكره الدعم. الدعم طبعا هو مش كل النظام الاجتماعي، لكنه الجزء المحسوس اكتر، فكره ان انا اقدم دعم سلع للناس، سلع رخيصه للناس، اكتر حاجه الناس بتشوفها مسوكه في ايديها. فكره الدعم السلع يعني هي مرتبطه بدرجه كبيره قوي بالازمات، يعني ما هياش سياسه اجتماعيه المفروض تتعمل عشان تبقى حاجه زي دي، اكتر ما هي حاجه يعني مثلا ايران مثلا عرفت الدعم بتاع الطاقه قبل الحرب مع العراق. احنا هنا في مصر عرفنا نظام الدعم الغذائي معروف ده سنه 41 برضه مع الاجواء بتاعة الحرب في الوقت ده. وبالتالي فهو نظام يعني مش ذكي قوي، نظام بيبقى مبني بدرجه كبيره قوي على ان انت في لحظه مفيش اصلا مثلا ممكن ما يكونش فيه عيش متوفر لكل الناس، ممكن ما يكونش فيه سلعه اساسيه متوفره لكل الناس، وبتحاول انك توفرها له عشان ما يموتوش من جوع، وبتحاول انك توفرها لهم عشان تبقى اسعار رخيصه عشان يقدروا يعيشوا. فهو نظام مبني على حاله الطوارئ وما بيبقاش عارف هو بيدي لمين السلعه، وبالتالي ممكن هو يهدر بعض النفاق العام وسط التطبيق. لكن النظام ده زي ما هو ابتدى في مصر في 41، بعديها جت يوليو 52 باجواء شعبويه بتشمل الاجواء بتاعت الناس اللي بتطلع عليه وضع اجتماعية أحسن، وكان حتى في آخر الأربعينات حصل انتشارات اجتماعية كتير أوي لأنها يمكن تشريعات العمل اللي هي أعمال اللي هم حركات الاضطراب العام والاحتجاجات الداخلية في الفكرة اللي هم يوصلوا بيها مع الوفد في الوقت دوت. فكان في أجواء يعني إحساس بإنه إحنا مستنيين من ثورة يوليو إنها تدينا أكتر في المجال الاجتماعي، فترسخ طبعا فكرة الدعم مع الحكومة المصرية. وتوسع يعني في الوقت ده طبعا زي ما احنا عارفين انه الفتره المصريه يعني كان فيها عقد اجتماعي مشهور قوي اللي هو بتاع انه هديكم سياسات اجتماعيه اكثر في مقابل الولاء السياسي او عدم الاندراج لفكره الاحزاب والديمقراطيه التصويتيه اشكالها مختلفه. فعبد الناصر ما كانش عنده بس الدعم، كان عنده وسائل ثانيه، منها انه طبعا امن من الشركات الاجنبيه بعد 56، وبعد كده امن الشركات المصرية وعمل الإصلاح الزراعي، كان عنده زراعة أمني قوي أوي، وبالتالي هتبقى نقطة طبقة السعر كبيرة اللي بنتكلم عليها النهاردة على سبيل المثال، وبالتالي الدولة أصبحت بالتدريج هي اللاعب الرئيسي في الشركة. يعني هي الأكبر يعني من أكبر الناس اللي هم بيبيعوا وبيشتروا وبينتجوا، وبالتالي هي قادرة إنها تتحكم في الأسعار بدرجة كبيرة جدا، وبعدين أصبحت الدولة هي اللي بتشغل الناس، فبتديلهم الحقوق وبتسيطر على الأسعار. فكل ده خلى برضه النظام المصري مش محتاج قوي يتوسع في الدعم السلعي لدرجه كبيره زي ما هنشوف ان الموضوع هيفرق بعد كده. من يعني سمات الحقبه المصريه برضه دي من الفارقات انها حصل فيها تغيرات كبيره قوي في مساله الجزاء، بمعنى انه احنا ابتدينا نحس بمشكله الامن من ايام عبد الناصر. دي مفارقه، يعني النظام المركزي الدكتاتوري في مصر من ايام الفراعنه مبني على انه دي دوله زراعيه بتسيطر على وادي النيل، وبالتالي قادر انها تسيطر على الموارد، والحاكم هو اللي بيعيد توزيع الموارد مقابل الولاء السياسي ليه. لكن الاسطوره الفرعونيه دي ابتدت تتحرك ايام عبد الناصر، لما ابتدت معدلات ذات سكانيه عاليه جدا ما بيقابلهاش قدره على انتاج قمح مناسب. انا شخصيا يعني حاولت ان انا اشوف بدايات، يقال يعني بعض الدراسات ان احنا ابتدينا نستورد قمح من بدايه الستينات. اخر يمكن احدث احصائيه يعني شفتها وأقدم اسف أقدم احصائيه لقيتها على الموقع بتاع الفاو لمصر كانت سنه 61، فلاحظت انه احنا من اول 63 ابتدى حجم انتاجنا يبقى اقل من حجم وردنا.
طبعا بعد كده الموضوع توسع، احنا النهارده اكبر مستورد للعالم للقمح. بس المشكله ابتدت في الستينات. وطبعا بقى لما يجي مع ده مشاكل سياسيه زي لما دخل عبد الناصر في صدام مع امريكا في منتصف الستينات لما قال لهم تشربوا من البحر، وكان في المقابل ده ضغوط بقى من امريكا بالنسبه لمعونه القمح وكده. فطبعا اضطرت الفتره دي ان هو يتوسع في مساله القطع التموين عشان يوفر للناس السلع المطلوبه. وطبعا زي ما قلنا في النهايه النظام يعني كان قادر ان هو يتماسك بادواته المختلفه بالتسعيره الجبريه، بان هو بيشغل الناس. نسبه البطاله سنه 62 على ما اظن او 61 مش متذكر، يعني كانت 2.2%. النهارده احنا بنتكلم في 13%، هو الرينج الطبيعي بتاعه 10%. هو قدر تقريبا ان هو يشغل كل الناس جوه القطاع العام في الوقت ده، ويديلهم اجور لحد ما مش بطال. وادوا انه سيطر على الاسعار وسيطر على التضخم، التضخم كان ضعيف جدا برضه، اظن كان بيتراوح من 2 ل 3%. فبالتالي فهو كان قادر ان هو يمسك في ايده، وطبعا كل ده كان بيساعده في الظروف. الاقتصاد العالمي كانت مواتيه ده بدرجه كبيره ان هو يستخدم كل الادوات دي. يعني مره ثانيه بقى التحولات اللي حصلت في الاقتصاد العالمي في الاربعينات اللي ساعدت على ظهور النمط ده للنظم الاقتصاديه. ظروف العالم كلها كانت مساعداه ان هو يقدر يسيطر على كل عناصر العمليه الاقتصاديه ويحافظ على حد ادنى معقول المعيشه للطبقه المتوسطه بالاساس. وطبعا المهمشين، ودي مشكله بقى النظام المصري، ان هو ما كانش قادر يوصل للمهمشين. لانه نظام مركزي وديكتاتوري. النظم المركزيه الديكتاتوريه غير قادره انها تشوف الناس العرقاء. واعتقد ان كان بيشجعه ان هو يعني يكتفي بالطبقه المتوسطه هي انها طبقه الاعلى صوتا. الطبقه الاقدر على التعبير عن نفسها سياسيا. بالتالي فيما بيننا دي انا ساعد الطبقه المتوسطه وهم دول الناس اللي صوتهم بيعلى، وبالتالي هيأيدوني سياسيا والموضوع اقتصاديا مالوش في ايد، وبالتالي فالعجله تمشي. لكن طبعا بعد 67 في ثلاث ازمات اقتصاديه، من قبل 67 كمان يعني حتى في اواخر الستينات في كلام كتير كان يعني حتى بعض الدراسات بتشير من كلام عبد الناصر عن انه في مشكله في الموارد وفي اداره القطاع العام وفي هدم كبير للموارد وفي مشكله ماليه بتلوح في الافق، بس ما كانش لسه تفاقم بدرجه كبيره. كل ده طبعا حس الناس في ضغوط اقتصاديه بتحصل في البلد. لكن الموضوع كان ملموس، يعني احنا لما بنتكلم على موازنه 70-71 فيها مات عبد الناصر، يعني كنا بنتكلم ان دعم الغذاء اقتصر على 3 مليون جنيه. لما بنتكلم على موازنه 80-81 اللي هي مات فيها السادات، كنا بنتكلم على الدعم وصل ل 1.4 مليار جنيه. هنتكلم من 3 مليون جنيه ل 1.4 مليار. هنا بقى الموضوع ابتدى يفوت، وهي دي مفارقه، لان في يعني في نظام مبني على ديكتاتوريه سياسيه، مركزيه سياسيه، تكتسب ولاء الناس بالسياسات الاجتماعيه. الظرف الاقتصادي المحلي والعالمي بيساعده على ان هو يهيئ لهم الظروف الاقتصاديه دي. لكن من اول السبعينات الظروف الاقتصاديه العالميه بتتغير بشكل عنيف جدا، الظروف السياسيه المحليه بتتغير بشكل عنيف جدا. تناقضات وعيوب النظام ده ومدى غبائه كنظام ديكتاتوري مش قادر ان هو يتواصل مع الناس بتبتدي تبان، وبالتالي بتبتدي منظومه الولاء السياسي في مقابل القدر من الرفاه الطبقه المتوسطه تختلف. ومن هنا بقى بتبتدي كل المشاكل اللي احنا بنعيشها حضرتك، كل مشاكل في التقدير الشخصي، كل المشاكل اللي احنا بنعيشها النهارده هي امتداد للورقه او الاسئله الكبيره اللي طرحت على السادات واللي جاوب عليها بمنتهى الغباء، ولا زالت الحكومات المتواليه بتجاوب تقريبا اجابه مشابهه جدا للاجابات اللي قدمها السادات في فتره السبعينات. هنشوف يعني مع التتابع ازاي احنا نشبه قوي فتره السبعينات في الوقت. في حاجات كتير قوي ظهرت، يعني طبعا مشكله القمح زي ما اتكلمنا انها تفاقم بدرجه كبيره جدا، واسعارها في العالميه كمان حصل فيها قفزه في الوقت ده، من كان بيقول 60 دولار ل 250 دولار قفزه رهيبه. وفي مشاكل تانية ليها علاقة كمان بالقدرة على انك تعمل نمو في جول الطبقة العامة والقطاع العام. دي مشكلة القطاع العام برضه، ان هو على قد ما هو يعني انت في القطاع العام تقدر تتحكم في السياسة بطريقة كبيرة. اللي مش اللي هيطلع في الوزارة دول نفسهم سهل قوي. بس في نفس الوقت بيبقى عليك ضغوط جامدة جدا، انت كرئيس دولة العمال بتوع الشركة لو حسوا ان هم اجورهم ما بتزيدش بالشكل الملائم هينتقلوا الحكومة. الحكومة ما تقدرش تهرب من الموضوع، لكن لما بيشتغلوا بشكل خاصة يقدر الصحافة الرسمية تطلع عنوان تقول جشع التجار، جشع رجال الأعمال.
ما هي في الحقيقه اللي بتبقى مع رجال الاعمال على كده، بس تقدر تعمل التمثيليه دي، لكن في القطاع العام ما تقدرش. فكان السادات حاسس بورطه ان هو مش قادر ينمي امور العمال بشكل ملائم يعني للاسعار، فكان بيعوض ده لحد ما يعني حسب اراء بعض الخبراء بالتوسع في السلع. هو توسع جامد قوي في الدعم في السلع عشان يخف من الدنيا. فوصل الدعم في الوقت ده 18 سلعه تقريبا في مواجهه ارتفاعات الاسعار. وطبعا الخلل في الوضع المالي اضطروا بشكل او باخر ان هو يبتدي يتفاهم مع صندوق النقد. انا متفاهم انه يعني نظم ديكتاتوريه ان هو ما تحبش صندوق النقد، لانه صندوق النقد هيطلب تقشف. التقشف معناه انه العقد الاجتماعي بتاع الولاء السياسي في القبض للرفاهيه الاجتماعيه هيبتدي يختلف. في يعني انت كل ما تسحب قدر من الرفاهيه الاجتماعيه معناها ان انت هتدي شويه حريه او ديمقراطيه عشان خاطر انت ما انتش قادر تكسر عينكم يعني بالمنطق اللي كان بيحصل من الاول. بالتالي نقدر نفهم ان ده تفسير شويه لتمثيليه الديمقراطيه اللي كان بيحاول يعملها السادات في الوقت ده. طبعا كلنا عارفين انه يعني 77 كانت بدايات اظن اول زياره سابقه كانت 76 77 كانت بدايات محاوله تطبيق بعض رموز التقشف في الدعم الغذاء تحديدا، وانه الظرف السياسي خلى الظرف السياسي طبعا المواتي خلى المجتمع ينفجر جدا في مواجهه بدايات التقشف دي، فاضطر ان هو يتراجع بشكل درامي جدا عن السياسات اللي طالها سنين. لكن انا حابب ان اوريكم يعني مقطع من الكلام في بعض الصحف الاجنبيه. انا بقبل الصحف الاجنبيه للاسف اشوف الصحف العربيه مش متاحه كده بسهوله يعني في الصحف الاجنبيه. الجدل اللي كان بيدور حوالين السياسات الاجتماعيه، شوفوا قد ايه هم كانوا بيقولوا في الوقت ده كلام يشبه قوي زي ما احنا بنقول. يعني في الواشنطن بوست كان في هما كانوا بينقلوا عن السادات يعني نص يعني الكلام اللي كانوا ناليينه، انه قال السادات في لقاء الاخير كنا نفترض في تلك الايام، يقصد الحقبه المصريه يعني، ان زياده انتاجيه الصناعات المصريه ستولد ايرادات كافيه للحفاظ على نظام دوله الرفاه الذي اقامه مصر. فانا بيتكلم ان في خلل في النظام، ما احناش قادرين نزود الانتاجيه بالشكل اللي يخلق لنا ايرادات تخلينا نعيشه في نظام اجتماعي مستريح اللي كان موجود نسبيا يعني اكتر. لكن الزياده السكانيه سبقت النمو الاقتصادي الذي تضرر ايضا من الحرب وسوء الاداره. وبعدين ده مسؤول يعني احد المسؤولين الذين عنده بيقول بدانا اعاده النظر في هذا الامر سنه 1975. يقول مصدر مسؤول بوزاره الاقتصاد عندما ادركنا، ده يعني مثلا لطيف يعني، أن الكيك الفاخر الفانسي كيك الذي يباع في هيلتون للسياح الأغنياء كان مصنوعا من دقيق مدعم وسكر مدعم. يشبه قوي الرطانة اللي بتتقال بقى، فكرة إنه إحنا مش عايزين نمنع حاجة عن الفقراء، لكن إحنا عايزين نظام غبي بيخلي الناس الأغنياء السياح الأجانب ياكلوا من دقيق فاخر وسكر مدعم. كلام طبعا إحنا فاهمين إن هو يعني كلام سيء النية يقدم مقدمات حسنة، لكن مفيش شك انه في قدر من الصح. يعني احنا قدام نظام فعلا غبي، وفعلا النوع ده من التهريب بيحصل، لكن استغلال الخلل اللي موجود في المنظومه الاجتماعيه دي اطلاق فقدر التحرر الاقتصادي هي دي المشكله. يعني في الوقت ده ما كانش حد يجرؤ انه يكمل على الاقتصاد خالص، يبقى مجنون المسؤول اللي هو كان هنبيع الاقتصاد. كل الكلام كان على اعاده التكلف الاقتصاد في مرحله متقدمه جدا، ابتدوا يتكلموا عن مبارك على استحياء شديد عن ادخال القطاع الخاص كشريك لاعاده تطوير المصانع والتعليم. ما كانش في كلام خالص على فكره تطوير. تاني فدي كلها كانت مقدمات لانه ببساطه شديده احنا ما احناش قدام نظام اشتراكي. نظام اشتراكي طبعا انتم عارفين تحت المهنه يعني نظام الجماهير هي اللي بتمكن من السياسه. لكن احنا قدام نظام راسماليه الدوله ساعدته ظروف الاقتصاد العالمي في مرحله من المراحل ان هو يقف على رجليه، ان هو يعني يامن العمليه السياسيه تماما في مقابل قدر من الرفاهه اللي طبعا وقدام انه الراسماليه تتهزم وفي راسماليه عالميه بتحل محل الراسماليه المحليه، ودي هنواجهها في المرحله التاليه، وهيبقى عندنا مشكله كبيره قوي مع ازاي نتفاعل معاه. طبعا نواجه راسماليه عالميه اصعب بكتير قوي ما تواجه راسماليه الدوله. حسني مبارك كان يعني بيقترب من الحكم لانه دي السنه اللي حصل فيها تطورات مهمه قوي في البلد. يعني يمكن ناخد لقطه سريعه كده على اللي بيحصل في العالم، لما مارجريت تاتشر حطت الموازنه اول موازنه من نوعها بتعبر يعني على مدرسه النقديين.
ودي مدرسه بقى مناقضه تماما للمدرسه الكنزيه اللي هي سادت في العالم والدوله في سياقها ظهرت سياسات زي السياسه المصريه. المدرسه الكنزيه بشكل سريع تقريبا هي على فكره انه يعني في ازمه ماليه حصلت في العالم سنه 29 الاسواق انهارت. فكينز كان رايه انه السبب الرئيسي في المشكله دي هو انه انت ما بتديش للعمال الاجور الكافيه او ما بتتيح لهمش المجال اصلا هم يشتغلوا. فبالنهايه العامل ده هو المستهلك. لما العامل يبقى عطلان او ما معهوش الاجر الكافي مش هيقدر يستهلك وبالتالي مش هيقدر يشتري فهيحصل ايه؟ فكانت الاجابه على الازمه الماليه الاجابه بتاعت كينز شغلوا الناس. من هنا جت فكره سياسه التشغيل، من هنا اقدر نفهم ليه البطاله يا عبد الناصر كانت 2012 بتتماشي قوي مع السياق العالمي اللي كان موجود. طبعا بقى ادي ده شويه شعبويه وكلام على سياسه احلال الواردات اللي كانت في امريكا اللاتينيه والاستقلال الوطني، يعني عبد الناصر عمل كوكتيل ظريف جدا. ففي الوقت ده مدرسه دايما ظهر عندنا خلل انه في رسميه الدوله ابتدت تفلس في مصر، ابتدت تفلس برضه طرق كتير ومنها انجلترا كان في برضه تشغيل زياده عن اللزوم، في مشاكل هيكليه كبيره قوي بتحصل، في مصانع بتفلس او عندها ازمات. فالنقديين دول اللي هم بقى بيتكلموا على انه تشغيل ناس كتير والنقابات واخد حقها زياده عن اللزوم ما ينفعش كده وبتاع، هم دول اللي انتصروا في المرحله دي وحطوا يعني موازنه فريده من نوعها كانت بدايه للسياسات اللي احنا بنتكلم عليها لحد النهارده. فهو حسني مبارك طلع في السياق يعني مؤاخذه معاك في باختصار شديد يعني. ابتدى بقى الكلام على الليبراليه في السياق ده كمان، ودي يعني برضه القصه الثانيه المهمه قوي في عصر مبارك، انه مبارك يعني ورث عن السادات وضع مالي سيء. السادات كان عنده ازمه ماليه عن واجابات السادات يعني السادات طرح عليه اسئله جوهريه جدا الاقتصاد المصري، يعني لما بقول طرحت عليها اسئله اقصد انه الاقدار يعني او تطورات التاريخ طرحت عليه اسئله معضلات اقتصاديه عميقه جدا وهو اجابته عليها كانت اجابات غبيه جدا. يعني احنا 74 بحسب يعني بعض الدراسات دي اول سنه هنبقى فيها مستورد صافي للجنيه. فاحنا مش بس بنواجه مشكله في الامن، بنواجه مشكله في الغذاء بصفه عامه. مستورد صافي يعني وارداتنا اكثر من صادراتنا. وبالتالي فانت عندك هنا اعتماد متزايد جدا على العالم في توفير الغذاء. بنتكلم على اعتماد متزايد دي مساله بقى هتفضل معانا في المناقشات التاليه. بنتكلم على انه انا محتاج اني مثلا كحكومه افترض انا كحكومه محتاج اني اوفر للناس القمح. تمام؟ لو هشتري القمح من السوق المحلي ده معناه عجز في الموازنه. طيب الحكومه ممكن تشتري القمح وممكن تتحمل العجز، واخر يعني حاجه ممكن تتحملها في المساله دي لو هي معاها فلوس خالص مش عارفه تستلف حتى انها تطلع فلوس. مش مشكله، هينعكس ده شويه تضخم بس هتعرف تتصرف. لكن لو الحكومه عايزه تشتري قمح من مستورد اجنبي مش هتقدر تطبع دولار. وبالتالي فلما بنتكلم على ان الدوله مش دوله صافي للغذاء لاول مره في سنه 74 ده معناه ان هي عندها مشكله كمان مع العالم الخارجي، ان هي محتاجه تدبر فلوس، تدبير السلع من بره اصعب بكتير قوي من تدبيره محليا. ما قدرش السادات ما قدرش يطبع جنيهات ويديها للناس الاجانب. يعني قبل 74 كنا بنصدر لا ده انا بتكلم على الغذاء بصفه عامه. ازمه الاكل زي ما قلنا في الاول ابتدت في الستينات تحديدا. فالسادات قدام المعضله دي بدرجه كبيره جدا كانت اجابته عليها هي دي توسع في الديون الخارجيه، ودي فتره يعني الغرب فيها كمان كان سخي شويه في منح الديون الخارجيه وورط دول ناميه في ديون كانت جذابه. بعد كده دي فتره كمان كانش فيها درجه شفافيه، يعني من اهم الناس يمكن اللي حللوا مساله الديون دي كان الاستاذ عادل حسين، كان عمل كتاب مهم قوي عن تطور الديون في فتره السادات، ويقرا المقدمه بتاعت الكتاب يشوف ان الراجل كان بيتكلم باسف شديد انه يعني ابسط المعلومات عن وضع الديون في مصر مش معروف، ما فيهوش شفافيه، وان هو كان على قد ما بيقدر بيسافر بره وبيحاول يجيب من مصادر خارجيه تفاصيل كتير قوي عن الديون اتطورت ازاي في الفتره دي، ولا زال لحد النهارده على فكره مش كل المعلومات عن الديون الخارجيه احنا نعرفها، مش كل المعلومات موجوده، في ديون كتير قوي بتستخبى في الموازنه واحنا بنعرفها. فالسداد اتورط في الديون وتوسعت في عهده بشكل شاسع فيه. وكان طبعا بيحاول يعمل دعايه سياسيه، يعني طبعا اسوء شيء في الدنيا يبقى في نظام ديكتاتوري بيفلس. لانه
يعني بيستخدم الدعايه على طريقه مصريه بس الناس شايفه الواقع عامله بستنيله، فبيبقى الموضوع مختلف. هو يعني كان كل الصحافه قبل، دي قصه مشهوره، كل الصحافه قبل 71 بتتكلم على انه عصر الرخاء جاي في بدايه الثمانينات. كل الصحافه قبل 81 كانت بتتكلم ان عصر الرخاء جاي في بدايه الثمانينات. كل الصحافه بعد 81 بتتكلم ان احنا في ازمه اقتصاديه. لما جه مبارك يعني عمل مؤتمر اقتصادي وجاب اقتصاديين كتير قوي منهم وجود عبد الخالق، كذا حد منهم لسه عايش لحد دلوقتي يعني. قال لهم يا جماعه قولوا لي الوضع الاقتصادي عامل ازاي، فقالوا له نايف ستنيله. فطبعا تحولت الصحافه القوميه 180 درجه انها تتكلم ان احنا في ازمه اقتصاديه بعد ما كان يا جماعه اصبروا فاضل شهور وهنخش في الرخاء اللي هو نتاج يعني حصاد السياسات اللي عملناها فتره السنين. فمبارك جه متورط في ديون ضخمه جدا، ديون خارجيه ضخمه، كان ديون خارجيه فدي ازمه كبيره قوي تختلف عن الديون المحليه. وهو كان نظام ديكتاتوري ونظام موارث العقل الاجتماعي بتاع عبد الناصر بتاع الرفاهه في مقابل الولاء السياسي، ما كانش عنده رغبه هو كمان ان هو يقرب اكثر من صندوق النقد، لانه عارف القرب اكثر من صندوق النقد معناه تقشف. تقشف معناه ان انا مش هقدر اكسر عين الناس بسياسات رفاهه، معناه ان انا هضطر ان انا اديهم مساحه حريه اكبر وهخسر قدر من استقرار السياسه. حاول والحظ لعب معاه في النص الاولاني من الثمانينات. طبعا الاقتصاد ريعي، ويمكن انت ما هواش متخصص قوي في الاقتصاد ما تعرفش يعني. الاقتصاد ريعي معناه ان انت بتعتمد بدرجه كبيره جدا على الموارد الاساسيه، الثروات اللي ربنا اداها مش بتنميها. ومن اهم الثروات دي طبعا هي البترول في مصر. مصر ما هياش يعني دوله نفطيه، بس عندنا رصيد بترولي مش بطال وبيخدمنا قوي في مساله العمله الاجنبيه. لانه انت بتجيب شريك اجنبي بيطلع لك بترول بياخد شويه وبتبيع الباقي، بيوفر لك تدفقات لا باس، ولا زال لحد النهارده البترول يعني بيلعب دور رئيسي في الناتج الاجمالي. ولذلك لما استثمارات البترول بتضرب زي ما هي الايام دي فيها مشكله كبيره قوي، بص تلاقي النمو الاقتصادي انخفض. ما احناش اقتصاد متقدم، ما عندناش الداينامكس الرهيبه اللي بيتكلموا عليها في المؤتمرات بتاعت المستثمر والكلام ده كله. هي كم قطاع ريعي بدرجه كبيره لما بتضربوا الاقتصاد بيقع. ده جزء من مشكله الركود اللي عندنا في الوقت ده. لكن في الوقت ده كان في ارتفاع في اسعار البترول، فده خدمه، وكان في مساعدات عربيه، وبرضه المساعدات العربيه جزء من الجيوسياسه اللي بتلعب دور في الموضوع ده وخدمته. فابتدى ان هو يتكاسل شويه على موضوع التقشف، لكن النص الثاني من الثمانينات اسعار البترول انهارت، فلقى نفسه ده مشكله. ومن هنا بقى ابتدى الكلام عن التقشف يبقى كلام جد قوي. ابتدينا نقعد مع صندوق النقد، عملنا الاول اتفاقيه وبعدين خدنا قسط، وبعدين الصندوق لقى مبارك برضه مترمخ على التقشف، لانه عارف التقشف معناها اضطرابات سياسيه، معناها تراجع هيمنته السياسيه. فقالوا له مش هنكمل معاك، طلعوا فكروا زي الزفت وقالوا له انت مستهتر وبتاع وحاجات كده. فلقى الامور بتسوق اكتر ووضع الديون الخارجيه سيء جدا والبلد فعلا مشرف على الافلاس. فاضطر ان هو في اواخر الثمانينات هو يخش بقى في اتفاقيات جديه. طبعا من هنا بقى ابتدى يظهر عاطف عبيد كرئيس وزراء هيعمر في الوزاره لمده 10 سنين تقريبا، وهو الراجل اللي هندس السياسات الاقتصاديه الجديده في الوقت ده. 89 تحديدا كنا احنا مشرفين على افلاس وشيء في الدين الخارجي، لكن في طبعا قصه ثانيه مشهوره قوي لعب دور في خدمتنا هو موضوع حرب العراق. وده بسبب امريكا خبطت ضمن نص الديون بتاعتنا. ففي دراسه من جامعه لندن على قصه الديون دي كانت تقول لك ان دي اكبر عمليه اسقاط ديون في التاريخ الحديث في الشرق الاوسط ما بين دوله ودوله. فاللي احنا نتخيل يعني كم الحظ الرهيب اللي لعبه اللي كان موجود مع مبارك في الفتره دي، وده اللي ساعده بدرجه كبيره على نظام ديكتاتوري معفن زي ده، لانه نظام ديكتاتوريه مقابله لدول في دول كثيره زي امريكا اللاتينيه فلسه في الاوقات دي، واضطروا ان هم بقى يلغوا تماما العقد القديم بتاع الاستقرار في مقابل الرفاهه ويفتحوا المجال غصبا عنهم يعني دي قدر ما اكبر من التعدي السياسي. فمبارك دخل على التسعينات بكوكتيل كده ما بين قدر ما من الرفاهيه. فضل ابتدت مثلا في اواخر الثمانينات ابتدت تظهر فكره العلاوه الدوريه، العلاوه بتاعت العلاوه الرئيس، الدراما السخيفه بتاعت كل سنه، زياده معقوله شويه في الاجور، يطلع العمال يطبوها، الرئيس يقدمها، الحكومه تقدمها بنسبه صغيره شويه، العمال يقولوا علاوه الرئيس وهم جمالهم ورفعها يعني هو ابو الحنان يعني على الغلابه وكلام رخيص ده، هو اصلا كلمه على مبالغ دفع في كل الاحوال يعني. لكن طبعا ما كانش قادرين نستطيع التضخم. الاتفاق مع صندوق النقد كان ماشي بمرحلتين واضحين جدا. اول مرحله السيطره على الاسعار، يعني بمعنى ادق تحرير الاسعار كل ما يمكن تحريرها.
فكره القبض في الدوله في مساله السلطه على الاسعار وتتشال. المرحله الثانيه هي مرحله انك تبيع باسهم. يعني الاول انا خليت القطاع العام يتصرف زيه زي اي شركه، بعدين ابيع بشكل او باخر يعني. فشفنا طبعا شفنا بعد كده عمليه بيع الاصول، وشفنا تحليل العلاقه من المالك والمستاجر، وكان في حاجات فضلت موجوده. بس طبعا ما دي بقى يعني دي المفارقه الماساويه. يعني احنا لما نشوف مثلا القطاع العام زي ما قلت لكم في البدايه انه انا هدخل القطاع الخاص كشريك لتطوير الشركه، بعدين القطاع الخاص بيخش كشريك بيستولي على الاصل، بعدين بيبيع مكن وياخد الارض ويحولها لنشاط عقاري، حاجات كده مهازل وصناعات استراتيجيه بتنهار، لكنهم قدروا يحافظوا بقدر الامكان على الصناعات الاستراتيجيه اللي ممكن يحافظ عليها، يعني لها انهيارها يعمل كارثه سياسيه زي الاسمده على سبيل المثال. قصه الاسمده مثلا دي قصه تورينا يعني الفلسفه العامه. حافظوا على شركات الاسمده الحكوميه عشان دي الشركات الوحيده اللي لما يبقى في نقص في الاسمده يقدروا يقولوا ما تصدرش لبره، وبالتالي يقدروا يوفروا السماد للفلاح. بس طبعا النظام الدكتاتوري الغبي ما يقدرش يوفر منظومه دعم محترمه، فبيبقى ايه؟ بيبقى في تعاونيات حكوميه مليانه بالفساد، الحكومه المركزيه مش قادره توصل لها بشكل او باخر، فالسماد المدعم اللي بيتصرف حتى عليه من الموازنه على ما بيروح للفلاح الفقير بيكون في كام واحد غني سرقوه في وسط السكه. بس المنظومه المعفنه دي كلها ماشيه، يعني موفره حد ادنى من الاستقرار الاجتماعي اللي بيخلي الامور تمشي. لكن على اواخر التسعينات مع يعني تقريبا كنا صفينا اهم الوصول العامه لينا وحررنا العلاقه ما بين الملك والمستأجر والاراضي الزراعيه، ابتدت مشاكل هيكليه جديده في الاقتصاد تظهر، بتخلي بقى انه لعبه الحظ اللي حصلت في اواخر الثمانينات صعب قوي انها تتكرر. عشان كده في الوقت ده اقتصاديين كتير تنبهوا ان احنا قدام فعلا تحول سياسي كبير قوي، لانه المنظومه المصريه بكل التحولات اللي طرقت عليها اكيد ما ينفعش تستمر. ومن اهم التحولات اللي ظهر دي انه احنا في الستينات مشكله الامن ابتدت تزرع، في منتصف السبعينات مشكله الغذاء بدرجه كبيره في القطاع، في منتصف الالفينات مشكله الطاقه، في منتصف الالفينات احنا بنتحول لاول مره لمستورد صافي للطاقه، بمعنى ان وارداتنا تفوق صادراتنا. ده معناها مشكله مع العالم الخارجي. مبارك حاول يعني ان هو يقلل من الديون الخارجيه لانه عارف انها قد ايه بتحطه في ورطه سياسيه، لكن في المقابل ده حصل توسع كبير جدا في الديون الداخليه، فالسياسه الماليه فضلت مهزومه على مدار التسعينات كلها. طبعا يعني الراسماليه العالميه اللي حلت محل راسماليه الدوله دخلت بصيغه انتهازيه جدا. من اول السبعينات طبعا صناعات استهلاكيه، شركه بنبن بس على سبيل المثال، حاجات من النوع ده، تبص تلاقي شركه كادمي دخلت تستحوذ على اصول بنبن ومش عارف ايه وحاجات صفقات من هذا النوع، بينما شركه المراجل البخاريه بتتخصص، المعدات التليفونيه بتتخصص، حاجات اللي هي تعمل الحاجات الاساسيه في حياتنا اللي كانت موجوده قبل عبد الناصر او فتره عبد الناصر. ففي قطاع خاص مش قادر ان هو يلبي احتياجات السوق المحلي، فعندك عجز عالي جدا في ميزان المدفوعات تعاملاتك مع العالم الخارجي، عندك عجز مزمن في السياسه المحليه، وحتى الاصلاحات النيو ليبراليه اللي بتطلب منك ما انتش قادر تطبقها، لانك نظام مركزي ما انتش واصل للناس، ما انتش شايفه، لانك نظام سلطوي، اي يعني ازمه سياسيه بتخوفك. وبالتالي لما يجي مثلا حتى البنك الدولي او صندوق النقد يقول طبق ضرائب جديده هو خايف يطبق ضرائب، لانه عارف انه ما هوش يقدر يواجه التجار ولا هوش يقدر يواجه رجال الاعمال. ف يعني ماشيين مش عارف نسميها ايه، بس ماشيين كده بازمات مزمنه جدا، تيجي بقى معاها مشاكل هيكليه زي مشكله الطاقه تخلينا على وشك يعني انهيار النظام الاقتصادي بقى. دي بقى مقدمات للنص الثاني اللي هنتكلم عليه، على ازاي الوضع تفاقم في اواخر السنوات الكبار، وازاي الازمه استمرت معانا ما بعد الثوره. هي المحاولات الاصلاح اللي كان اليمين بيعملها، بنسميه اصلاح مجازي، يعني محاولات يعني اصلاح مش مقصود بيه الاصلاح اللي احنا بنبتغيه، لكن الاصلاح مقصود بيه النظام المالي ما انهارش. فهي محاولات الاصلاح اللي كان اليمين بيقدمها قبل مبارك، واللي لسه بيحاول انه يقدمها بصيغه ثانيه بعد الثوره، وهي البدائل اللي احنا المفروض نتكلم فيها. ده النص الاولاني، ممكن ناخد بعض الاسئله لمده مثلا 10 دقائق. بس توسعت
بشكل عميق قوي مع الالفيدي. طبعا كلنا عارفين انه احنا شفنا مش اعتقد حكومه مستقره في وقت مبارك غير حكومه عبد الصيف اللي هي جت في اخر الثمانينات وفضل قعد تقريبا لحد سنه 96 على تقريبا حوالي 10 سنين. وهيكل الاقتصاد عادي ممكن راجل هادئ يعني هادئ دمث وهادئ جدا يعني بس هو عمل دور كبير قوي في تحول السياسات الاقتصاديه اللي حصلت في مصر وتاسيس البناء اللي احنا عايشين فيه النهارده لحد دلوقتي. بعد كده عاطف حميد وكمال جلزوني وعاطف حميد وكانوا اعتقد يعني ما كان لهمش تاثيرات عميقه قوي في الوضع الاقتصادي. لكن في بدايات الالفيه كان بقى في كلام زي احنا كنا بنقول في الاستراحه في كلام على ان في مشاكل هيكليه موجوده في الاقتصاد. واليمين حتى طارح انه لازم تكون سياسه التبيع ما عادتش تنفع. عندك مشاكل زي مشكله دعم الطاقه. ابتديت تبقى مستوى اقتصادي في عجز في ميزانيه المدفوعات اتوقف معاك. زي ما قلنا ان العجز بالدولار مشكله اعنف بكتير قوي من العجز بالفلوس. فمن هنا بقى بيبتدي يعني التيار الجديد بتاع جمال مبارك ورجال الاعمال يظهر في الصوره بشكل قوي قوي كبقى هو اللي بيقدم الحلول الهيكليه دي للمشاكل المشكله. وطبعا بيقدم فكرته بشكل كبير عن ان هو بيقدم كل التسهيلات الممكنه للراس المال العالميه، تسريع بانهاء عمليه الخصخصه بدرجه كبيره قوي، السكوت على الحقوق الاجتماعيه على الاجل القصير في مقابل التوسع فيها على الاجل الطويل. لفتره ما كان الكلام على الحقوق الاجتماعيه فعلا ايام جمال مبارك كان عادي حاجه ممكن تقابل باستهجان شويه لانه ده ضد مصلحه مصر. ده كان متواجد مع القاعة اللي حصلت في الاقتصاد العالمي في الوقت ده، القاعة في اسواق المال مقصود بيها نمو قيمه اصول باكثر مما تنبغي. يعني اسواق المال او الاقتصاد العالمي بصفه عامه كان سدته اكبر من الضربات في الوقت ده وحركه سريعه لتدفقات رؤوس الاموال بتشجع ان في اشكال تافهه يعني الاستثمار هي التسويق. انت بدل ما تخش وتبني مصنع وتخش تضرب شويه اوراق ماليه. يمكن من فرقات النهارده حسن هيكل مش عارف لو بتتابعه حسن هيكل هو رئيس اكبر شركه سمساره اوراق ماليه في مصر. كتب كذا مقاله بيتكلم على ان لما بيقول على وسائل الدعم الاجتماعي يا جماعه في ناس اتحققت في الفتره اللي احنا بنتكلم عليها دي ثروات رهيبه من المضاربات بشكل اساسي وبيطالب بفائض ضريبه باثر راجعي على الثروات اللي اتحققت في الفتره دي من المضاربات. اشتراك ده يعني مش ذكي سبب ده ان هو واحد يعني من كتر القرف اللي شافه بعينه بطبيعه مهنته غير يعني او زي ما عارف مثلا يقول لك صعدنا على الكافر صعدنا على اليمين يعني حاجه كده يعني. فطبعا كانت فتره سيئه. بس اسوأ من ده هو انه حتى المشاكل الهيكليه اللي هي فعلا بتضرب في عمق الازمه الاقتصاديه الاجتماعيه يعني لو اعتبرنا جمال مبارك هو الحاكم من وراء الستار في الوقت ده ما تعاملش معاها، تعامل معاها بغباء شديد جدا، ومنها ازمه الفقر، ازمه رهيبه. لانه احنا بنتكلم على انه احنا عندنا عجز كبير قوي في الطاقه، عندنا منظومه دعم غبيه، بس معيشة بس. يعني السولار بيتهرب صحيح، ما حدش يقدر ينكر ده. وفي منه بيتهرب حتى من قبل ما يتوزع على محطات البنزين. بس تثبيت اسعاره في سوق يعني معلنه مخليه اللي بينقل لك الخضار والاكل ومواد البناء بالاوارد بتساق بالسولار مسيطر نوعا ما على تكلفه النقله بتاعته. فده بيخلي فيه استقرار نسبي في اسعار المنتجات الاساسيه. انت في الازمه دي بقى بدل ما تعالجها او بشكل او باخر لا انت بتهدر الطاقه. هو عايز يعمل مقصد يا باشا. فيعمل مقصد ازاي؟ مش بس بيصدر طاقه، لا ده بيصدر طاقه بشكل غير مباشر من خلال ان هو بيتوسع في صناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه وبيبيع لها الطاقه باسعار رخيصه جدا. ده شكل مستتر من الطاقه. واتقال في ايامنا دي ناس يعني تقيله قوي في مجال البترول انه في الوقت ده كان في تقديرات مبالغ فيها جدا للرصيد بتاعنا من الطاقه اعتمدوا عليها وسبب بعد كده كمان ان التقديرات دي غير صحيحه. فهو يعني هو استمر في منظومه الدعم الغبيه بكل عيوبها. بنى نموه الاقتصادي على ان هو يبيع الطاقه. يعني لما انا اتكلم على ان انا بصدر اسمنت انا بصدر لانه يعني نسبه كبيره جدا من تكلفه انتاج الاسمنت او من عمليه انتاج الاسمنت هي طاقه. يعني ببساطه كده بتحول طاقه الاسمنت وتصدرها.
لما انا واخلاق بتكلم على تصدير اسمده فانا بتكلم على طاقه. ففي صناعات توسعنا فيها بشكل كبير جدا كثيفه استهلاك الطاقه، وكنا بنبيع لها الطاقه بسعر رخيص جدا، فعجلنا من تفاقم ازمه الطاقه بشكل كبير قوي. طبعا في الجو ده يعني البنك الدولي والمنظمات العالميه يعني بتتكلم دايما على انه احنا بنسعر الطاقه بسعر رخيص في اسواق التجزئه، وحتى منظمه الطاقه العالميه يعني لو كان في بروجكت كنت وريتكم المقارنه العالميه في مساله اسعار الطاقه بسوق التجزئه اللي هو السوق اللي بيتعامل مع الناس، يعني للامانه احنا من اقل دول العالم في الاسعار. بس طبعا ما ينفعش اخد الرقم ده بصوره مجرده على انه ده يعني من اقل دول العالم في الاسعار، بس لو رفعتك من كده هتكون يعني في مغالطه. بس من ناحيه كنسبه وتناسب ما بين اسعارنا واسعار العالم احنا لا زال اسعارنا منخفضه، وده بيجرى المنظمات الدوليه انها دايما تضغط علينا في مساله حراره اسعار الطاقه. وكان الكلام طبعا على مساله تحرير الدعم، لكن المنظومه الغبيه الناتجه بالاساس على الحفاظ على الاستبداد السياسي ما كانتش ممكنه من اي اصلاحات عميقه في منظومه الدعم. طبعا فضل معانا الاحتكارات يعني مستمره كمان بتعمق من الازمه. احنا عملنا يعني كان حاتم بيقول لي ليه ما عملناش قوانين استباقات؟ احنا خصخصنا الاول وبعد كده عملنا قانون الاحتكار. فكانت النتيجه ان اول قضيه احتكار اكتشفناها في واحد من اكبر القطاعات اللي خصخصنا اللي هو الاسمده. فده ده ده جزء من المشكله. والفرقه يعني في شركه ربح حضر بيها المثل اسمنت اسيوط، شركه سيمكس، من اول الشركات اللي طلعت في الشركات اللي طلعت في قضيه الاحتكار. بالتالي فهي بحكم القضائي مارست ممارسه احتكاريه. تمام؟ وبحكم قضائي تاني انها اشترت الشركه بتاعتها بعقد مخالف. يعني طلع حكم قضائي ببطلان خصخصه شركه اسمنت اسيوط. وبالتالي فالناس دي اشتروا الشركه بطريقه مخالفه للقانون ومارسوا ممارسه احتكاريه. تمام؟ التقارير بقى الدوليه بتقول انه الارباح اللي بتحققها الشركه دي من مصر هي اكبر ارباح بتحققها من العالم بعد موطنها الام في امريكا اللاتينيه. ده نموذج يعني على الصفقات اللي بتسود الاقتصاد. وفي المقابل طبعا عندك يعني صناعات اساسيه منها الغذاء، اكبر عجز في الموازين الصناعيه النهارده عندك في الميزان السلعي بتاع الغذاء والنمور. وبالتالي فانت محمل على ميزان المدفوعات وعلى حاجتك لموارد النفط الاجنبي، لان انت ما عملتش سياسه رشيده للانتاج الغذائي تمكنك ان انت تكفي نفسك بشكل كبير او في الوقت اللي بتدي منك وامتيازات لصناعات ملوثة للطاقة وملوثة للبيئة والقدرة للطاقة بشكل كبير. فكانت الأزمة متفاقم بشكل عنيف، وانا بشوف انه انهيار نظام مبارك بشكل كبير قوي هو انهيار النظام الاقتصادي الاجتماعي بدرجة كبيرة. يعني منظومة الدعم غبية بتكلف الموازنة ومش مكفية الناس، يعني حاسس الناس بجوع ومكلفة الموازنة بشكل كبير. النظام يعني في اواخر ايامه بيحاول يتوسع في الديون الخارجيه على قد ما يقدر عشان خاطر يغطي احتياجاته، وما كانش قادر، ما كانش قادر يوفر الناس يعني رفاهه يمشيها بيهم ويخليها يخللهم عنده يخليله عندهم شيء يقوى عليه بمعنى او باخر يعني. وما هوش قادر يرضي البنك الدولي ولا قادر يرضي صندوق النقد ولا هو قادر يرضي اليمين ولا هو قادر يرضي اليسار. وكان دايما حتى لو حتى بنتكلم حتى على تكاليف الاستبداد السياسي، تكاليف كبيره يعني. في حوار كان رويترز مع احد المسؤولين عن التصنيف الائتماني. احد المسؤولين في شركات التصنيف الائتماني اللي هم بيقيموا سعر العائد على الديون بتاعة الدول، يعني لما مصر تستلف الدائن يدفعها فايده قد ايه؟ كان بيتكلم انه طول ما مصر ما فيها ازمه التوريث صعب قوي ان تكاليف ديونها تنخفض. فعلا كل المؤتمرات الاقتصاديه انا كصاحب اقتصاد كنت بحضرها يعني في الفتره دي كان دايما سؤال من سيتولى الحكم بعد مبارك، والسؤال اللي بين المستثمرين. اكيد نقدر نكمل من ده انه ده اللي بيخلي استثمارات كثيره طويله الاجل ما بتخش الاقتصاد، اللي بيخلي تكاليف ديوننا مرتفعه. احنا قدام نظام مهزوم من كل نواحي، عاجز اجتماعيا، عاجز اقتصاديا، اوضاعه الماليه مختله في وضع شديد السوء. ولما انهار يعني انهار وساب لنا المشكله، انهياره ما انهاش هذه المشكلات، بالعكس هو ترك نفس المعضلات الاقتصاديه اللي طرحت من وقت انور السادات مطروحه علينا الى وقتنا هذا. ف
في الوقت طبعا اللي احنا فيه دايما احنا اتكلمنا يعني على مدار السرد التاريخي في دايما سياق دولي بيفرض نفسه. احنا النهارده في سياق دولي سيء من الناحيه الاجتماعيه، لانه الازمه الماليه الجديده فرضت سياسات تقشف على دول كتير قوي، وطرحت فكره الخصخصه، حتى خصخصه المرافق العامه اصبحت فكره مطروحه، فكره مطروحه ان في وحده اسمها وحده الشراكه مع القطاع الخاص، دي الوحده المسؤوله عن خصخصه المرافق العامه، او بيسموها يعني دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامه لتدبير بدل ما الحكومه تصرف على ده من عجز الوقت. بس هو فعلا معنى ان القطاع الخاص ممكن بشكل او باخر يسيطر على المرافق العامه دي من الناحيه الاقتصاديه يعني، وبالتالي يبقى خصخصه للمرافق. وفكره مطروحه في العالم كله في سياق سياسات التقاشف اللي فرضتها الازمه الماليه العالميه الجديده. فاحنا في السياق الاجتماعي بيخلي الخطاب النيو ليبرالي له درجه ما من القوه على الخطاب الاجتماعي. طيب حكومات بقى ما بعد ثوره يناير تعاملت ازاي مع الازمه دي؟ خلونا يعني نوصل لاخر موازنه، لان قبل كده كان يعني اضطرابات كتير قوي وكلام كتير اتقال بس مفيش حاجه عمليا يعني حاولوا يعملوها. طبعا في افكار طرحها صندوق النقد والبنك الدولي من ايام مبارك في رغبه في تطبيقها، تتلخص في انه انت عايزين نعيد هيكله الدعم، بمعنى انه حاجتين، اول حاجه ان احنا نقضي على التقريب، ودي حاجه كلنا متفقين عليها ما عندناش مشاكل معاها، بس من ناحيه ثانيه انه تحرير نسبي لاسعار السلع المدعمه، او بمعنى اخر محاوله ربطها بالاسعار العالميه. بنتكلم على الطاقه، يعني بقول لك بدل ما انت بتستورد الطاقه وبتدعمها، حاول انك تربطها باسعار السوق العالمي، فما تخليش الدوله محتاجه انها تصرف على الدعم ده. بس ده طبعا ما يجيش مره واحده كده، في كلام من الاول على فكره اعطاء الدعم للمستحقين، بمعنى ان انت هتحرر اسعار الطاقه على قطاع من المواطنين وهتدعمها على قطاع ثاني. طب مين ده هو القطاع اللي يستحق التحرير؟ مين هو القطاع اللي يستحق الدعم؟ هنا بقى الشيطان يكمن في التفاصيل. نفس الحكايه برضه في الغذاء. برضه هتحرر دعم الغذاء على قطاع من المواطنين وهتدعمه على قطاع ثاني، بس برضه مين؟ ما هنا برضه الكلام على الكيك بتاع الفانس كيك بتاع الهيلتون اللي بياكل منه السياح، لا زال هو الخطاب السائد. بس انا مش ضد ان انت تاكل السياح من دي من حر اسعاره. بس السؤال مين من المواطنين اللي استحق الخدمه المدعمه ومين اللي ما استحقش؟ ممكن واحد يميني يقدر ان اللي يستحقوا هم 5% من السكان، بينما بقيه الناس يقول لك لا اعتمد على الفيديو. ده جزء من المعركه بشكل اساسي. بس طبعا دعم الغذاء يعني زي ما كان فرض نفسه كقضيه محوريه في وقت السبعينات، دلوقتي ما هواش قضيه محوريه. هو طبعا قضيه مطروحه، بس ما هواش قضيه محوريه. دعم الطاقه هو المشكله الرئيسيه، لانه مكلف بشكل مرعب. يعني ممكن اقول حتى يعني دعم الغذاء بيتحرك، معلش لحظه، يعني دعم الطاقه بيتحرك في مجال 100 مليار يعني. طبعا هو كل سنه بيتغير ما بين سنه والتانيه، لكن لو هنتكلم على دعم الطاقه يعني ما جيش خمسه بس يعني دعم الغذاء يعني. بس طبعا ده برضه من القضايا اللي فيه عليها الحاح شديد في مساله اعاده هيكلتها بشكل او باخر. لكن دعم الطاقه مشكله، احنا بنتكلم على عجز الميزان المدفوعه على الدين، ما تقدرش تطبع فلوس عشان تغطيه، وبالتالي فما قدامكش مجال غير انك تستلم. قدرتك على الاستدانه من بره ليها سقف، واحنا قريبين قوي من السقف. فبنتكلم على يعني خلينا نتكلم شويه على وضع الدين الخارجي، لانه دي مساله من مسائل فهمنا حساسيه مساله دعم الطاقه. يعني الديون الخارجيه في بدايه التسعينات كانت وصلت تقريبا ل 45 مليار دولار، اللي هو ده بعد اصلاح فلوس الديون؟ لا قبليها اسف، فتره تفاقم الديون الخارجيه. معلش انا مش متذكر هنا قبل الاسقاط او بعد الاسقاط، بس الفتره هي كان وصل فيها الدين البيك يعني القمه بدرجه كبيره. احنا النهارده قربنا من المستوى التاريخي ده اللي انا عايز اقوله. الاخطر من كده هو الديون في صفر، لانه الديون في صفر، الديون اللي انت المفروض تسددها بسرعه، لانه دي تعمل لك خلل جامد قوي في النظام. يعني فوات كتير ما بيبقاش مشكله انك تفلس، لكن المشكله ان انت عليك بكره قرض لازم تسدده. انت ممكن تكون هيجي لك فلوس كمان سنه،
بس انت في واحد دائم مستنيه بكره لازم تدفعه، هي دي المشكله. فاحنا نسبه هو طبعا عشان يقيسوا الديون مخاطر الديون قصيره الاجل بيقيسوا نسبه الديون قصيره الاجل الاحتياطي. تمام؟ النسبه دي كانت 8.1% سنه 2010. النهارده 50.8%. فهي اصلا يعني هو مبارك كان مخبي ديون كمان. يعني لا يعني فكره مش كل الديون بتظهر في الخارج. مبارك كان مستلف عن طريق الهيئات الاقتصاديه. ودي ديون ما نعرفش فعلا بدرجه كبيره قصتها ايه. يعني. الديون بعد الثوره ظهرت في الموازنه بدرجه كبيره. وظهر تفاقمها وظهر ان هي من نوع خطير. لانها ديون قصيره الاجل طبعا فوق ازمه سياسيه وطريقه اداره الدين كانت متخلفه. فكل الاحوال احنا بنتكلم على ازمه الطاقه، بنتكلم على ازمه دولارات، بنتكلم على ازمه ما تتحلش غير بالديون الخارجيه، واحنا وضعنا في الديون الخارجيه مش ملوك. فبنتكلم على ازمه حساسه جدا. عشان كده لما الناس نظرت في ناس ساذجه يعني امبارح كنت واحد مع واحد بتاع الغرف التجاريه، فكان متخيل انه بعد ما مرسي مشي ومش عارف موضوع تقليل الطاقه ده لغزه خلاص المشكله اتحلت، ومستحيل بقى ان هم يعملوا كلمه. فده احنا شهور الموضوع اتفتح وقولوا اللي انا قلت لكم يعني مش لاي حاجه لان الوضع المالي سيء جدا. فازاي ازمه الطاقه وازمه الدعم تتحل؟ ده السؤال. كان في طرح كما دوم بنك الدولي. طرح طبعا احنا نختلف معاه لدرجه كبيره قوي، لكن البنك الدولي او المؤسسات الدوليه والراسماليه العالميه كانت مراهن انه النموذج ده من الاصلاحات الاقتصاديه بمعنى الاصلاح اللي احنا اتكلمنا عليه يعني مش ممكن يحصل في وقت مبارك لان ده نظام سلطوي والناس بتكرهه، لكن لو جاء حصل نوع من الديمقراطيه التمثيليه وجاء نظام جديد الناس بتحبه ممكن يقبلوا منه التضحيات دي. زي ما حصل في شرق اوروبا، النوع ده من التحولات اللي حصلت في شرق اوروبا في التسعينات نتيجه انه الاتحاد السوفيتي انهار فقدروا يسوقوا الفكره بطول. لكن المشكله عشان كده كجزء من ده هو ده جزء من ده هو التأييد العالمي للاخوان المسلمين. لانه متخيلين انه دي ناس طبعا هو من البدايه خالد الشاطر كان له انفلونس قوي جدا عند الغرب وكان بيتكلم على تبني الاصلاحات من النوع ده الخطاب الاخواني حوارات في وول ستريت جورنال وبتاع ومش عارف ايه بيعرفوا يتكلموا كويس قوي مع العالم. فهم كانوا مقدمين نفسهم ان دي الناس اللي بتعرف تسوق الاصلاحات السياسات يعني الاصلاحيه بيسموها الاصلاحيه من النوع دوت بشكل جماهيري. فكان في رهان على موازنه 2012 كانت بدايه الرهان على شيء من طبعا يعني من غير ما نخش في التفاصيل بس اواخر 2012 كان في يعني لهف على ان انت تطبق السياسات اللي تقدم بيها عربون لصندوق النقد عشان البلد مفلس ما عادش فلوس. فاصبح العقد الاجتماعي الجديد هو انك تكسب صداقه رجال الاعمال، تكسب صداقه صندوق النقد الدولي، تخليهم يخشوا عندك يضخوا استثمارات اجنبيه يحافظوا على استقرار الوضع المالي، وبشويه كاريزما سياسيه تخلي الناس تقبل انها تقدم تنازلات اجتماعيه من نوع ما. ده هو العدل. العدل الاجتماعي الجديد اصبح مرتبط بكسب صداقه المجتمع الدولي اكثر ما هو مرتبط بكسب صداقه المجتمع المحلي. يمكن ده من الحاجات برضه اللي فهمنا ان اخوان صعب. لان هم لحد اخر لحظه كانوا متخيلين ان هم اقوياء جدا. فموازنه 2012 2014 من الموازنات اللي بتورينا العربون اللي كانوا بيحاولوا يقدموا بيه السياسات الاجتماعيه الجديده. كان في حزب يمكن اتكلمنا عليهم الراوند تيبل اللي عملناه على سياسه الجمهور كانت قيمتها حزب التوفير 42 مليار جنيه. وقتها وزير الماليه طلع قال يا جماعه العجز وصل 100 مليار جنيه هنبقى وصلنا لمنطقه حرجه. العجز وصل في السنه اللي قبليها ل 240 مليار جنيه. احنا قريبين جدا من السقف. وبالتالي بقى هنا الشيطان ياكل لا صوت يعلى فوق صوت المعركه. احنا هنفلس. فعشان ما نفلسش كفايه بقى دلع. قال لهم انا زودت لكم في الاجور، ده كانت المقدمه بتاعت الموازنه، زودت لكم في الاجور من ايام ولو ان الزياده في اجور الموظفين لا تقارن بزياده اجور بتوع الداخليه زي ما هو كان مقدمها بالظبط في الموازنه. بس قال بس طبعا انا زودت لكم في الاجور واستجبت للمطالب الاجتماعيه وبتاع خلص الدلع بقى. لا صوت يعلى فوق صوت المعركة. قربنا من معدل العجز اللي مش هنقدر نستحمله ولازم شوية توفير ولازم قبول بسياسة إعادة الأجل. فكان عامل حزب التوفير 242 مليار جنيه. الجزء الأكبر منها جاي من دعم 36.6 مليار جنيه. واحد من دعم طاقة. طبعا ما قالش هو ازاي هيعمل لحد دلوقتي.
عشان دي مسألة أساسية، النور دي معناها رفع أسعار الطاقة، وبالتالي دي حاجة لازم تحصل بالتدريج. من اللي هي سياسات الطاقة الخاصة بالبترول والتنسيقات و هشرح لكم بالتفصيل دي. و 15 مليار جاية من ضرائب المبيعات، ودي ضريبة يمكن كنا مضوا عليها في وقت ما، ودي ضريبة اللي ابتدت في مصر من بداية التسعينات، دي ضريبة بتسمى